لما يجتمع الجمال والشهرة في الست فده بالتأكيد بيكون مصدر سعادة وفرحة ليها ولجوزها أكيد اللي هيكون أسعد الناس، وده اللي حصل مع الفنانة كريمة اللي كانت ملقبة بفاتنة المعادي صاحبة أجمل ملامح على الشاشة. إيه اللي عملته كريمة فاتنة المعادي بعد جوازها من شاب كان بيشتغل طيار؟ وإزاي سابته وسابت ولادها عشان تتجوز فنان مشهور؟ وليه مرات الموسيقار الكبير خافت على جوزها منها وعملت معاها ايه؟ من شدة جمالها وملامحها الشركسية سموها فاتنة المعادي، وتعرفت برقتها الشديدة وجمالها اللي ملوش وصف. هي الفنانة كريمة عبد الله عبد الرحيم من أصول شركسية، وتولدت في الأول من يناير سنة 1938، وتخرجت من مدرسة نوتردام للغات بزيتون. وكان عندها 17 سنة دخلت كريمة مسابقة ملكة جمال مصر، وتحديدا في سنة 1955، وفازت باللقب لأنها كانت أجمل واحدة في كل البنات. وبعد فوزها باللقب كانت أمنية حياتها تدخل مجال الفن، لكن أسرتها رفضت وجوزتها بدري في نفس السنة من طيار مدني بينتمي لعيلة أرستقراطية، واتنقلت معاه لمنطقة المعادي، وكانت لما تمشي في الشارع تحصل ضجة لدرجة انهم سموها فاتنة المعادي. لكن هي ما حبتش جوزها وانفصلت عنه بعد ما خلفت منه 3 بنات، لان الفن لسه في دماغها. في الوقت ده كانت بتتابع الفنان الكبير محمد فوزي، وكان هو فتى احلامها لدرجة ان صوره كانت مالية اوضتها. وبعد ما خلفت 3 بنات من جوزها الطيار سابتهم وراحت علشان تتجوز فتى أحلامها محمد فوزي اللي دخلها عالم السينما. ومن شدة حبها له وصفتها الصحافة بأنها أفضل نموذج لوفاء الست لجوزها. كريمة اشتركت في أدوار كتيرة، لكن أول بطولة ليها كانت في سنة 1960 قدام الفنان عبد السلام النابلسي في فيلم حلاق السيدات. وفي السنة اللي بعدها أعلنت اعتزالها، وتم تسريب خبر جوازها من الفنان محمد فوزي سنة 1959، وكانت هي آخر واحدة تجوزها فوزي. كريمة أو فاتنة المعادي في مرة راحت تقابل المخرج الكبير عاطف سالم، وبالصدفة كان هناك الموسيقار محمد عبد الوهاب، ولفتت نظره بجمالها الشديد فأعجب بيها موسيقار الأجيال، وقال إنها هتكون نجمة كبيرة ووعدها تكون بطلة فيلمه الجديد. لكن لما وصلت المعلومات دي لمراته السيدة إقبال نصار، جاتها حالة غضب شديدة واتخانقت مع جوزها وخافت عليه منها، واشترطت عليه ما يختارهاش في فيلمه الجديد. بعدها كريمة عبد الله عاشت باقي حياتها مع فتى أحلامها محمد فوزي من لحظة تأميم ممتلكاته لرحلة علاجه في الخارج، لدرجة انها خدت دورة في التمريض علشان يكون عندها خبرة لعلاج جوزها. فكتبت عنها الصحافة ووصفتها بنموذج الاحترام والوفاء، ده غير انها اجرت بنت انجليزية وقت علاج فوزي في لندن عشان تخش عليه في المستشفى على انها واحدة من معجباته لرفع معنوياته عشان ما يتأثرش. قصة تانية كشفتها التقارير الإعلامية إن كريمة في سنة 1962 أقنعت جوزها محمد فوزي يعمل عملية لإزالة حصوة كانت عاملة له مشكلة بعد ما كان بيهرب منها ويماطل، فاتفقت مع الدكتور إنه يجهز غرفة العمليات في نفس الليلة، وطلبت منه يسمع كلامها ويحقن فوزي بإبرة منومة. بعدها يتم نقله للمستشفى لإجراء العملية من غير ما يحس، وده اللي حصل. ورغم ده كل المحاولات دي ما نفعتش في علاجه بعد ما تمكن منه الوجع بعد ما فشل الأطباء في تشخيصه، ليرحل في أحضان كريمة أوفى ست ارتبط بيها يوم الخميس 20 أكتوبر سنة 1966 عن عمر ناهز 48 سنة.